بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم مرة تانية. النهاردة ان شاء الله هناخد ريفيجن على ماث جريد 4 بالنسبة لاختبار اكتوبر. اول سؤال عندي بيقول لي choose the correct answer، بيقول لي the period of the underlined digits in the number. لو احنا عدينا الديجيتس الموجودة هنلاقي 3 3 3 يبقى كده 9، 9 plus 2 يبقى كده 11، يبقى 25 مليارز. طب هو حاطط خط تحت ال 25، يبقى هو بيقصد ايه؟ المليارز. خد بالك ان دي اسمها الميليونز، ودي اسمها الثاوزنس، ودي اسمها الوانس. لو احنا هنتكلم على اسم البيريد، 2 days and 2 hours، عاوز احولها لاورز. طبعا احنا عارفين ان 2 days معناها كام؟ معناها 48 hours، يبقى 48 plus 2 يبقى 50 hours. يبقى الانسر عندك هتلاقيها دي. طبعا احنا الريليشن الاساسيه ان ال 1 day equals 24 hours، مهمة جدا نكون عارفين العلاقة دي. يبقى انت لو انت عندك 2 days يبقى كل حكاية تعمل multiplying by 24 يبقى 48، او تقول 24 plus 24 مفيش مشكلة. 721 سنتيمتر فيها كم متر وكم سنتيمتر؟ طبعا ان 721 سنتيمتر بتقدر تكتبها عبارة عن 700 سنتيمتر plus 21 سنتيمتر. ال 700 سنتيمتر بتحولها لمتر بكل سهولة، تعمل divided by 100 يبقى انت عندك 7 متر، وكمان عندك 21 سنتيمتر. يبقى هتدور على الاختيار ده 7 متر and 21 سنتيمتر، يبقى الانسر عندك هتلاقيها C. Number 4 rounding the number to the nearest thousand. محتاجين يبقى thousands place هي rounding place. circle the right digit هتلاقيه 0، يبقى ده مش هيتغير، يبقى هيبقى عندي 37,000. مفيش مشكلة، كلنا حافظين الرول. يبقى الأنسر عندك هتلاقيها ب 12 لتر 50 مللتر. هنعمل العكس، ناخد 12 لتر دي تايمز 1000 يبقى عندي 12,000 لتر. 12,000 بلس 50 يبقى 12,050. خد بالك إن ال 100 بليس فيها 0، يبقى الأنسر عندك أو 12,050. بالأنسر عندك هتلاقيها دي برضو. next بيقول لي complete the value of the digit 6، يبقى لازم تشوف ال 6 دي موجودة فين. موجودة في ال third period، يبقى ال ones ال thousands ال millions. طب فين في ال millions؟ في ال 10 millions place، يبقى its value is equal to 60 million. طب ازاي بتكتب 60 million؟ بنكتب 60 وبعدين 6 zeros 1 2 3 1 2 3، طبعا بتقسمها لبيريدز. 234 بلس 621 بلس 479، دول 3 نمبرز ما بيتغيروش، بتلاقيهم على الشمال بتلاقيهم برضو على اليمين. بتلاقي 234 متكرر هنا وهنا، و 479 متكرر هنا وهنا، وباقي لك مين؟ باقي لك 621. طب مين فاكر البروبرتي دي اسمها ايه؟ اسمها associative property، خدناها قبل كده associative property، مهمه جدا. هنا مديني الاكسباندد فورم وطالب يكتب الستاندرد فورم، بس للاسف الشديد هو ملخبطها، كاتب هنا 7 مليون يبقى في المليونز بكتب 7، وتعالى لل 1000 كاتب هنا 7000 يبقى في ال 1000 بكتب 7. طب وال 10000 وال 100000 مفيش، يبقى تكتب دبل 0. بعد كده عندك 300 و 10 و 4، يبقى 314، مهمة جدا، يبقى نكتب 314. خد بالك انك كتبت كده 7 ديجيت نمبر. fx minus 9 equals 26، دي بنستخدم الانفرس اوبريشن. انت عندك سبتراكشن عشان تجيب الفاليو بتاعت الاكس، فانت بتقول 26 بلس 9. طب 26 بلس 9 equals what؟ equals 35، يبقى على طول الاكس ب 35. النمبر ده 735,462، عايز يعمل له rounding to the nearest 10,000. يبقى هتروح على 10,000 place هتلاقيها 3، underlined the rounding place and circle the right digit. The right digit عندك 5. So you have to change the underlined digit to be the next digit. يبقى خلاص، يبقى 3 دي هتبقى 4، يبقى بكتب 74. خد بالك بقى، change all digits to its right, it's right to be zeros. يبقى انا هكتب 0 0 0 0، يبقى انا 4 zeros. خد بالك، يبقى انا عندي اصبح 740,000. ممكن تديك المنتال ماث، يعني ايه 735,000 قريبة من 740,000، يبقى على طول تكتبها على طول 740,000. question number 3 بيقول لي the population of مطروح governorate is، طبعا اداني هنا ال number of people في محافظة مطروح، and the population of
South Sinai Governorate is. Then what's the difference؟ كلمة difference معناها subtract، يبقى انت هتعمل هنا subtract بس كل اللي انت هتعمله هنا between the population لل two governorates. طب مين الكبير؟ الكبير ده، يبقى انا بكتب كده 519,800 minus 112 بكتبها and 200. خلاص بعمل subtract 800 minus 200 mental math equal to 600. دي سهلة. اللي بعده 9 minus 2 equals 7 1 minus 1 equals 0 5 minus 1 equals 4. يبقى الإجابة بتاعت السؤال ده بتكتبها كده 407,600. هتكتب ايه بقى؟ people بس. دي الإجابة اللي انت هتكتبها. use by using the properties of addition find the sum. محتاجين نحسب السم لدول. طبعا هنستخدم الاسوشيتيف بروبرتي والكوميوتيف بروبرتي. هناخد ال 20 وال 30 مع بعض وال 12 وال 28 مع بعض، يبقى انا بكتب كده 12 بلس 28 وبعدين بلس 30 بلس 20. انت كده استخدمت ال 2 بروبرتيز مع بعض، الكوميوتيف بروبرتي وكمان الاسوشيتيف بروبرتي. مهمه جدا ونعرف انت بتستخدم ايه. 12 بلس 28 يبقى equals what equals 40. بتكتب 40 وهنا بتكتب 50، يبقى الفاليو النهائية equals 90. انت كده عملت adding باستخدام ال properties.